ومن الصين الآن نذهب مباشرة إلى اليابان واستكمال الجولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتنضم إلينا من هناك موفدة العربية إلى طوكيو لارا حبيب. أهلا بك لارا، من الصين إلى اليابان، يعطيك ألف عافية. إذا نسمع الكثير كونيشيوا. نسمع الكثير طبعا من الاتفاقيات، وسمعنا عن انعقاد منتدى الأعمال الياباني السعودي. هل لك أن تطلعينا عن الاتفاقيات أو أبرز الاتفاقيات التي تمت خلال هذا المنتدى؟ أهلا بك لين. إذا بالفعل بدأت زيارة ولي العهد إلى اليابان، هذه الزيارة التي تستمر لثلاثة أيام، بعدها بالطبع يذهب إلى الصين مجددا لمشاركة أو ليرأس الوفد السعودي في قمة مجموعة العشرين. الاجتماعات اليوم على مستوى اللقاءات التي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان له لقاء مع الإمبراطور الياباني أكيهيتو، وفي هذه الأثناء من المفترض أن يجتمع مع رئيس الوزراء الياباني. ولكن من ناحية رجال الأعمال كان هناك كما تحدثت لين منتدى صباح اليوم، منتدى الأعمال الياباني السعودي، شارك فيه عدد من الوزراء، أذكر منهم وزير العمل، وزير الطاقة خالد الفالح بالطبع، وزير المالية دكتور إبراهيم العساف، أيضا كان في مشاركة لوزير التجارة ماجد القصبي، وكذلك أحمد الخطيب من الذي يرأس بالطبع هيئة الترفيه التي أسست مؤخرا في السعودية. على هامش هذا المنتدى تم توقيع حوالي 11 اتفاقية بين شركات من القطاع الخاص والقطاع العام، وأيضا شركات يابانية. أبرز هذه الاتفاقيات، عندنا 6 اتفاقيات تم توقيعها مع شركة أرامكو، من ضمنها 3 اتفاقيات مالية يعني مع بنوك يابانية. هذه البنوك هي ميزوهو، بنك أوف طوكيو، ميتسوبيشي، أيضا يو اف جي، وسوميتومو. كذلك في اتفاقية أخرى لأرامكو متعلقة بإمدادات الغاز المسال في حالة الكوارث أو الطوارئ. في 3 اتفاقيات كنا أعلننا عنها وقعت عليها شركة الكهرباء السعودية هنا في مجال استعمال الطاقة بأكثر فعالية، واتفاقيتين مع جهات حكومية هنا سعودية. ولكن الأمر الملفت أنه كان في حضور كبير من الشركات اليابانية، يعني كان في حوالي 27 شركة يابانية ضخمة من ضمن بنوك أعلنت عن نيتها أو اهتمامها بأن تكون شريك استراتيجي لرؤية المملكة 2030. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا تم الإعلان اليوم عن إعطاء رخصة لشركة جترو. ما هي شركة جترو؟ هي منظمة التجارة الخارجية اليابانية، هي جهة شبه حكومية نون بروفيت، أعطوها رخصة لفتح مكتب للتسويق وللفرص الاستثمارية للشركات اليابانية داخل السعودية. هذه الشركة كانت متواجدة في السعودية ولكن أغلقت في العام 2009، وبالتالي أعطوها الآن رخصة جديدة لتسويق إذن الفرص الاستثمارية الموجودة في السعودية، والعكس كذلك الفرص الاستثمارية الموجودة في اليابان. هذه الرخصة تم تسليمها من قبل وزير التجارة ماجد القصبي.